هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، حديث أبو هريرة يدل على التعاون والعلم. هل في ماذا؟ ما هو الحديث؟ الحديث لكن يدل على التعاون والعمل والعلم. طيب، علم والعمل. نعم، عن المؤمن كربة من كرب الدنيا، وكان الجزاء قلنا أعلى من العمل، وهذا فيه الحث على تنفيس الكرب وعلى كذلك التيسير على المعسرين، وكذلك الستر. لكن قلنا الستر لابد فيه من إرادة الإصلاح والقدرة، على ما ذكرنا في العفو، وأن هناك بعض الناس لا يفهم هذا ويظن أنه إذا وجد أحد من الخوارج يريد أن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا، إحداث في الدين وإحداث في شؤون الأمة. وهذا لابد من الرجوع فيها إلى العلماء حتى تعرف هذه المسائل. نعم، الله يفتح عليك. وغيره. نعم، الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. نعم، وقلنا هذا فيه أن طلب العلم يؤدي بإذن الله تعالى لدخول الجنة، ويتذكر بسلوك هذا الطريق أن الله سبحانه وتعالى يسر له الطريق إلى الجنة. نعم، والجزاء أعلى من العمل، وإلا فقلنا فطالب العلم، طلب العلم يعني في الغالب أنه أمر ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم، الله يفتح عليك. نعم، كان الحديث يعني إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتب الحسنات والسيئات، وهذا فيه ما تقدم معنا في الإيمان بالقضاء والقدر، العلم والكتاب والمشيئة والخلق، كتب الحسنات والسيئات، وهذا يجعل الإنسان يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى ويعمل. نعم، ثم بين ذلك. نعم، فمن هم بحسنة فلم يعمل. وقلنا الهم والعزم دون التردد، وهذا فيه من سعة فضل الله سبحانه وتعالى نكتب الأجور الكثيرة إذا لم يعمل، وإذا عمل من أقل إلى 700 ضعف، وهذا لا يكون في السيئات، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. إذا لابد أن يحسن النية ويهم دائما بفعل الطاعات، ولا يقرب الفواحش والمنكرات ولا بال يعني الهم والتفكير وكذا. نعم، الله يفتح عليك. طيب، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي فقال: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة رضوان الله عليهم، وهناك أشياء تؤدي إلى انتباه الطالب، فأخذ بمنكبي. تقول الإنسان تأخذ بمنكبي وتقول اسمع فينتبه ويعرف أن هناك شيء يعني لابد من التنبه له، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، تارة بالفعل
وتارة بالقول أتدرون ما حق الله عباد مثلا، وتارة بالسؤال، وهذا من التنويع، وهذا التنويع من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة بالرسم البياني. نعم، خط النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، الرفق واللين، وهذا كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يكون هذا حال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. نعم، وحتى أنه كان عليه الصلاة والسلام يصنع هذا حتى مع الصغار. يا غلام مر معنا، وقال له يا غلام دعني أعلمك كلمات. نعم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا الغريب الآن أو عابر السبيل، يعلم أنه لا بقاء له، فتجده يعني لا يبحث عن أشياء في هذه المنطقة لأنه مسافر. صحيح، صاح يودع أن القوم مرتحل. فالغريب وعابر السبيل يكون في هذه المنطقة ليس له دار في الغالب، ليس له شيء من أمور الدنيا. فتكون في الدنيا لابد أن تعلم أن الدنيا دار عمل. وننظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بمكة وعندما هاجر إلى المدينة. هاجر إلى المدينة، أول ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بنى المسجد قبل أن يبني له دار. ثم هل بنى النبي صلى الله عليه وسلم له قصر؟ حجرات، حجرة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحجرة لأم المؤمنين سويدة رضي الله عنهم أجمعين، مترين في مترين أو مترين في ثلاثة أمتار. ثم جاءت الأموال للنبي صلى الله عليه وسلم والفتوحات وعام الوفود وكذا، هل تغير شيء؟ لم يتغير شيء. يمر الهلال والهلالين والثلاثة وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. في الخندق رأى أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعصب على بطنه حجر من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. لم يتغير حال النبي صلى الله عليه وسلم مما كان قبل أو بعد. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهو عليه الصلاة والسلام: أعبد الخلق وأدخل الخلق عليه الصلاة والسلام، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. نعم، فتكون في الدنيا على غريب أو عابر سبيل لأنك مسافر. الشيخ بن باز رحمه الله، بيت الشيخ من طابقين، فالملك جزاه الله خيرا قال للشيخ بن باز عندما كبر وكذا، وكان لدى الشيخ يعني آلام في الركب وفي الرجل، فقال له الملك: نريد نبني لك بيتا من طابق واحد، يعني قصر. لو الواحد منا أتيه الملك كذا، هو الآن يقول، لو يقول لي الملك هذا قل نعم، وعشرين مليون وكذا وكذا. فقال له الشيخ بن باز رحمه الله، قال: ما بقي في العمر شيء، تبني لمن؟ أنا ميت. يعني هذا معنى الكلام. كذلك جاء الملك رحمه الله تعالى الملك فهد إلى بيت الشيخ بن عثيمين. بيت الشيخ بن عثيمين يوم جاءه الملك من حجر وطين، حجر وطين. فنظر الملك في هذا البيت عالم رباني وكذا، فقال له: نريد نبني لك بيتا، نعمر لك بيت باللغة العامية. قال: طيب، وأنا الآن يعني استحيت منكم ملوك تدخلوا بيتي وكذا؟ لا، غريب أو عابر سبيل. فقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله على الفور، قال للملك رحمه الله الجميع، قال له: اعمر بيت الله، ابني مسجدي، بيت الله تبني أنت، بيتي أنا أبني.
كأنك غريب أو عابر سبيل، تعلم أن هذه الدنيا دار عمل. ألهاكم التكاثر حتى إلى أن زرتم المقابر، وقتها تتنبه. فالغريب وعابر السبيل لا، في الغالب أنه ما يستطيع يحمل معه أشياء كثيرة، يعرف أنه لا يمكن أمتلك شيء في هذه البلاد مثلا للمسافر، غريب وعابر السبيل. ولهذا يسميه في الزكاة، في باب الزكاة، ابن السبيل. ابن السبيل نسب إلى الطريق، لم ينسب إلى أبيه. لماذا؟ لأنه خرج عن بلده. فتكون في الدنيا على هذا، كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول، ابن عمر رضي الله عنهما أخذ بهذه الموعظة من النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل بها. وقلنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما كان عليه الصلاة والسلام يحث الواحد منهم كانوا هم أسرع الناس إلى العمل. فابن عمر رضي الله عنهما عندما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، نعم، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والبعض منا يقول ماذا نتغدى غدا، وماذا نصنع وماذا نصنع. إذا كنت على هذا، إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، معنى هذا أنك تؤدي كل ما أوجب الله عليك. ولهذا قالوا عن أحد السلف أنه لو قيل له أن ملك الموت على الباب ما استطاع أن يزيد شيء، ما استطاع أن يزيد شيء، وقته كله مملوء بطاعة الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. لو قيل لك الصباح نهاية العمر تقول بقي أصنع كذا وأصنع كذا وأصنع كذا وعليك، إذن اصنع من الآن. نعم. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. نعم. وخذ من صحتك لمرضك. نعم. وهذا قد تقدم معنا أن العبد الآن يغتنم وقت الصحة، لأن وقت المرض يكتب له ما كان يعمل في وقت الصحة. نعم. ومن حياتك لموتك. نعم، لابد أن تغتنم الحياة، لأن الآخرة دار جزاء والدنيا دار عمل. نعم. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم. قد تقدم معنا نفي الإيمان نحمله أولا على نفي الوجود، إن لم نستطع على الصحة، فإن لم نستطع فعلى الكمال. نعم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به. نعم. هذا الحديث يضعف بعض العلماء. إخواننا، الأحاديث الضعيفة إذا وجدنا حديث يضعف بعض العلماء في بعض المؤلفات كهذا المؤلف المبارك، هل هذا ينقص من قيمة الكتاب؟ لا، هذا لا يخلو منه كتاب من الكتب المؤلفة من الخلق. فماذا نصنع؟ نصنع أننا لا ندعي العصمة إلا لمن عصم الله، أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. قد نصيب في هذا وقد نخطئ، ونشرح الكتاب بما فيه من أحاديث، ثم بعد هذا تنظر في صحة هذه الأحاديث وضعفها، إن صحت الحمد لله، وإن كانت ضعيفة انتهى الأمر. فطريقة علماء السلف، شيخ الإسلام وغيرهم، أنه يشرح الكتب بما فيها مع بيان مرتبة الحديث، وهذا لا ينقص من قدر الكتاب أصلا. نعم. حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن لابد أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال، عن أنس رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا فيه سعة فضل الله. في ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويقول سبحانه وتعالى: هل من سائل؟ هذا فيه سعة فضل الله، وأن الله سبحانه وتعالى يقول للعباد: هل من سائل؟ وهنا يقول: يا ابن آدم إنك. هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى كريم حليم رحيم، وكل صفات الكمال هو متصف سبحانه وتعالى بها، وهذا يوجب على العباد التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الشيطان يريد منا أن نقنط من رحمة الله. وقال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني من الأرض إلى أن تصل إلى السماء، نسأل العافية والسلام، ذنوب. نعم. ثم استغفرتني غفرت لك. الغفر قلنا الستر مع التجاوز، وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا من يجاهر بالمعصية، نسأل العافية والسلام. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرر بذنوبه ويقول: قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في الآخرة، نسأل الله يغفر لي ولكم. ستر مع التجاوز عن الذنوب. نعم. قال: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني مل ما يقارب الأرض. نعم. خطايا. نعم. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا فيه فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب حتى وإن كانت ملء الأرض. لا تشرك بي شيئا، شيئا نكر عم القليل والكثير. إذا لابد أن نحقق التوحيد، ومن فضائل التوحيد تكفير الذنوب وتكثير الحسنات. نعم. لا أتيتك بقرابها مغفرة، يعني ملء ما يقارب هذه الأرض مغفرة، وهذا من سعة فضل الله ومن ثواب التوحيد. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا آمين. طيب، في بعض النسخ زيادات. هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.